السلام عليكم واهلا بيكم مع درس جديد من دروس صف السادس ابتدائي. في درس النهارده هنكمل مع بعض الـ Properties of the Ratio. لما كنا بنعرف الـ Ratio كنا بنقول ان هي comparing between two quantities have the same type and the same unit. يبقى انا عشان اقدر اعمل comparing ما بينهم لازم يكونوا have the same type and the same unit. يبقى انا لازم اعمل comparing between the perimeter to the perimeter, area to the area. ما ينفعش اعمل comparing between perimeter and area لان انا كده بتكلم على different type. طيب تعالى نفهم مع بعض موضوع الـ Unit. عشان اقدر اعمل comparing لازم يكونوا الاثنين have the same unit. يعني ايه؟ يعني لو انا بتكلم على length unit ما ينفعش اعمل comparing واحدة تكون بالسنتيمتر والتانية تكون بالمتر، لازم يكون الاثنين have the same unit. يبقى معنى كده محتاجين نراجع مع بعض how we can convert between the units، ازاي ان احنا نحول ما بين ال units. فاول حاجة هنا لو انا بتكلم عن ال length unit، انا هبتدي عندي هنا من اكبر unit اللي هي الكيلومتر لاصغر unit عندنا اللي هي المليمتر. لو انا بحول من الكبير للصغير قاعده ثابته انا بعمل تايمز، من الصغير للكبير بعمل ديفايد، فمن كيلومتر لمتر بعمل تايمز 1000، من متر لديسيمتر بعمل تايمز 10، من ديسيمتر لسنتيمتر تايمز 10، من سنتيمتر لمليمتر بنعمل تايمز 10. نفس الكلام لو انا بحول من الصغير للكبير نفس النمبرز بس انا هعمل ديفايد. لو انا بتكلم على يونت اوف اريا، لو خدت بالك لما كنت بحول من الكيلومتر للمتر كنت بعمل تايمز 1000، لما جيت بحول من الكيلومتر سكوير للمتر سكوير كنت بعمل تايمز 1 مليون. في ال 1000 انا عندي هنا 3 زيروز، في ال 1 مليون عندي هنا 6 زيروز. يبقى كل اللي انت هتعمله هتعمل النمبر اوف زيروز تايمز 2، لان انا عندي من اللينث يونت للاريا يونت هنعمل النمبر اوف زيروز تايمز 2. لما كنت بحول من المتر للديسيمتر كنت بعمل تايمز 10، يبقى من المتر سكوير للديسيمتر سكوير هعمل تايمز 100، من ديسيمتر سكوير لسنتيمتر سكوير تايمز 100، من الصغير للكبير بعمل ديفايد، من الكبير للصغير بعمل تايمز. بعد كده هنتكلم عن الويت. اكبر يونت عندنا هنا كان اسمها التن، من التن للكيلو جرام بعمل تايمز 1000، من الكيلو جرام للجرام بعمل تايمز 1000، من الصغير للكبير بعمل ديفايد، من الكبير للصغير بعمل تايمز. طيب تعال نشوف الكباست. في الكباست عندي هنا من الليتر او الديسيمتر كيوب، الليتر او الديسيمتر كيوب الاثنين دول ايكوال مع بعض، يبقى نقدر نحول من الليتر للمليليتر تايمز 1000، من الديسيمتر كيوب للسنتيمتر كيوب برضو تايمز 1000، وهكذا من الصغير للكبير هنعمل ديفايد. طب تعالى نشوف التايم. في التايم اكبر يونت عندنا هنا اللي هي الير، من الير للمنث بنعمل تايمز 12، من المنث للير بنعمل ديفايد باي 12، فروم ويك تو داي بنعمل تايمز 7، من الداي للويك بنعمل divided by 7، داي للاور بيبقى عندنا هنا times 24، من الاور للمينت times 60، من المينت للسكند times 60، من الصغير للكبير بعمل divide، من الكبير للصغير بعمل times. طيب تعال نشوف عندنا هنا يونت جديدة للأراضي الزراعية بنسمعها دايما عندنا، الفدان والقيراط والسهم. من الفدان للقيراط بنعمل times 24، من القيراط للسهم بنعمل برضو times 24، وهكذا من السهم للقيراط بنعمل divided by 24، من القيراط للفدان برضو بنعمل divided by 24. آخر يونت عندنا هي الماني يونت، فعندنا هنا من الباوند للبياستر بنعمل times 100، من البياستر للباوند بنعمل divided by 100. تعال نشوف السؤال ممكن يجي لنا ازاي. بيقول لنا هنا find each of the following in the simplest form. بيقول لنا هنا 50 سنتيمتر to 1.5 متر. دايما نتعود نحول اليونت الكبيرة للصغير. فانا عندي هنا متر لسنتيمتر، اه من متر لسنتيمتر يبقى انا هشيل المتر دي واحط مكانها سنتيمتر، عشان اشيلها يبقى انا هعمل تايمز 100، يبقى بقت 1.5 تايمز 100 ايكوالز تو 150. يبقى اليونت الجديده بقى عندي هنا 50 سنتيمتر تو 150 سنتيمتر. نقدر نشيل اللي عندي هنا الزيرو مع الزيرو، فبقت ايكوالز 5 اوفر 15 ديفايدد باي 5 ايكوالز 1 divided by 5 equal 3، زي ما اتفقنا نقدر نعملها by using calculator. تاني انا عندي هنا 350 grams to 1 over 2 kilograms، اليونت الكبيرة اللي هي الكيلوجرام هشيلها واكتب مكانها جرام. طيب عشان اكتب عندي في صورة جرام يبقى انا محتاج اعمل times 1000، 1 over 2 times 1000 by using calculator هتلاقي ان الانسر عندك بقت equals 500. يبقى الريشيو دلوقتي بقت عندي 350 to 500، نقدر نشيل 0 مع 0 يبقى بقت equals 35 over 50. نقدر نعملها by using calculator أو by division. 35 divided by 5 equal to 7.
50 divided by 5 equals 10. يبقى simplest form عندي بقت 7 to 10. في question number 3 بيقول لنا هنا 8 hours to 2 days. انا اليونت الكبيرة عندي هنا الداي. عشان اشيلها هحولها عندي الاور. من الداي للاور كنت بعمل times 24. انا الاور الاولى عندي هنا بتفضل زي ما هي. انا بعمل times لليونت اللي انا بغيرها. الدايز بشيلها واكتب مكانها hours. يبقى 2 times 24 equals 48. يبقى بقت عندي هنا 8 over 48 divided by 8 equals 1 divided by 8 equals 6. يبقى الراتيو عندي بقت equals 1 to 6. 3 years and 18 months. انا عندي هنا من الير، الير هي الكبيرة، هشيلها واكتب مكانها month. يبقى انا هنا هعمل times 12. 3 times 12 equal to 36. يبقى الانسر عندي بقت equal 36. اللي مكتوبة الاول بكتبها الاول. 36 to 18 divided by 6 equal 6 divided by 6 equal 3. طب ما انا اقدر برضو اعمل divided. divided by 3 بقت equals 2 divided by 3 بقت equals 1. او نقدر نعملها by using calculator. 36 divided by 18 واقول له equals، طلع الانسر عندي equals 2. اتفقنا لو الانسر equals 2 معنى كده the second term of the ratio will be equals 1. يبقى the ratio in the simplest form will be 2 to 1. بنفس الطريقة نقدر نحل كل الأسئلة اللي بعدها. نستنتج من الكلام اللي احنا قلناه، لو انا عندي هنا the two term of the ratio have the same unit، نقدر نكتب ال ratio without writing the unit. كل مرة من المرات اللي فاتت لما بعد ما حولت الاتنين have the same unit كتبت ال ratio in the simplest form without writing the unit. نراجع مع بعض بعض القوانين المهمة اللي احنا هنحتاجها. The area of the triangle. The area of the triangle equals half times base times height. The area of the parallelogram equals the base length times the height. The area of the rhombus equal to the side of the rhombus times the height. Or half the product of the two diagonals. طيب تعال نشوف الأسئلة ممكن تيجي لنا ازاي. بيقول لنا هنا in the opposite figure. Find the ratio between the area of the rhombus. أنا ابتديت عندي هنا بالrhombus to the area of the triangle. ناخد بالنا من الترتيب. يبقى انا اول حاجة مطلوبة مني اجيب الـ area of the rhombus. يبقى الـ area of the rhombus equals، انت جايب لي هنا الـ diagonals، يبقى half the product of its diagonals، يبقى half times 30 times 50 by using calculator. يبقى نقول له 0.5 times 30 times 50 equals 750. يبقى the value now will be equals 750 centimeter square. تاني انا عندي هنا the area of the triangle اللي هي half times base times the height. البيز عندي كان 0.3 times the height اللي هو هيكون عندي 0.2 by using calculator. يبقى 0.5 times 0.3 times 0.2. يبقى الانسر عندي equal 3 over 100 اللي هي 0.03. يبقى اقول له equals 0.03. لو خدنا بالنا هلاقي ان اليونت هنا عندنا متر سكوير، واليونت عندي هنا في الرمبس كان سنتيمتر سكوير. اتفقنا عشان نعمل comparing لازم يكون have the same unit. لما كنت بحول عندي هنا من المتر للسنتيمتر كنت بعمل times 100. طيب لو انا بحول من المتر سكوير للسنتيمتر سكوير، انا كان عندي هنا 2 زيروز، لما بحول من متر سكوير للسنتيمتر سكوير هيبقى انا عندي هنا 4 زيروز. يبقى نقدر نقول ان الـ area of the triangle equals 0.03 times 10,000 by using the calculator. هتلاقي ان الانسر عندك بقت equal 300 سنتيمتر سكوير. يبقى دلوقتي نقدر نجيب الريشيو. انت طالب مني the ratio between the rhombus to the triangle. يبقى ده عندي هنا الـ first term وده هنا الـ second term. يبقى the rhombus to the triangle is equal 750 to 300. نقدر نشيل 0 مع 0 يبقى انا عندي هنا 75 to 30. نعمل divided by 5. 75 divided by 5 equals 250. 30 divided by 5 equals 26. تاني نقدر نعمل divided by 3. 15 divided by 3 equals 5. 6 divided by 3 equals 2. يبقى الريشيو عندي في simplest form هتبقى equals 5 to 2.
او نقدر نعملها by using calculator. هكتب عندي هنا 750 divided by 300 واقول له equals، هتلاقي ان الانسر عندك طلعت 5/2، نفس الانسر اللي احنا طلعناه. وبكده نكون انتهينا من درس النهارده، يا رب تكونوا استفدتوا بيه، وانتظرونا في الدرس اللي جاي ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.